السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، معكم يونس بروين من مدينة المغرب. كيف العادة كنرحب بكم وكنلتقي بكم في هذا الجزء الثامن، الحلقة الثامنة من دروس تعلم إعدادات وإمكانيات الوصول لهواتف الأندرويد سامسونج. كنا تكلمنا على كيفاش نبعثوا ميساج، كيفاش نجاوبوا على ميساج، كيفاش نقراوه، كيف ما تكلمنا على كيفاش نونغيستريو لي كونتاكت ديالنا، كيفاش نديروا بزاف ديال الامور تكلمنا عليهم. الان غادي نتكلم معكم على كيفاش نقراو باج بباج ولا صفحه بصفحه ولا سميتو ولا كلمة بكلمة ولا جملة بجملة ولا حرف بحرف. اذا هادشي اللي غادي نحاولو نديرو، نمشيو ناكتيفي التالك باك. احنا اكتيفينا التالك باك من بعد ما كنا ماكتيفين الفويس اسيستانس. اذا مازال عندنا واتساب انيفو اليمو كاين هنا باراغراف، نشوف واش كتقرا لينا. واتساب كتقرا لينا واتساب كلمة تبادل المعلومات تقنية. ها هنا كاركتر كتقرا لنا حرف بحرف. مو كتقرا لنا المعلومات. المعلومات فيسبوك كتقرا لنا تبادل المعلومات التقنية. تبادل المعلومات التقنية مثلا، تبادل المعلومات التقنية، انا بغيت نكوبي غير تقنية. المعلومات التقنية كوبي انا غير تقنية. هبط المو وبقيت كنبالي من اليسار اليمين مثلا، انا بغيت نزيد كلمة بكلمة نهبط من الفوق لتحت نلقى كاركتر، من الفوق لتحت عاوتاني نلقى مو، من الفوق لتحت نلقى لين، من الفوق لتحت نلقى. اذا انا واقف على مو التقنيات. فوالا غادي نكوبي هاد التقنيات. ها هي هبط من الفوق لتحت ودورت اليمين على شكل رسم، عطاني ميني كونتكست ديال جينيرال ولقيت فوالا. اذا دابا غادي نخرج من هنا ونمشي للواتساب وندخل لشي بحر المعارف ديسكيسيون، ندخل هنا لبحر المعارف مثلا. انا خرج في البلاصه الكتابه ما كينطقهاش على حقاش كنسجل على عكس الفويس اسيستانس، ونطلع بصبعي من تحت للفوق وندور لي من شنو غيعطيني من الكونتكست ديال اللوكال قائمه السياقات المحليه. اذا نبالي بصبعي من اليسار لمن غنلقى كولي نضرب عليها دوبل كليك. ها هي التقنية تكولات في بحر المعارف. اذا عندي جواندغ وعندي انفوي الى بغيت نصيفط هاد التقنية للجروب. اذا انا ما غنصيفطهاش، غنرجع نشوف واش تكولات. هي راه تكولات غير ما بغاش يقرا حيت انا عندي لو كونس كيدير لي بعض المشاكل بعض المرات. اذا نحنا نصيفطوها نصيفطوها مثلا ازعلي المستمر والكتاب صيفطوها نشوف واش كولات. التقنيات ها هي صيفطات التقنيات. التقنيات تبدا مربوطه تصفر. المهم تكولات بغينا نكوبيو مثلا نوقفو على هاد السطاتي هذا. ها هي كاركتر كاركتر كتقرا لنا حرف بحرف ا بي سي دي. مثلا وقفنا على واحد الميساج مكتوب وانا نقراو بحرف بحرف، نمشيو نقلبو على كاركتر نهبطوها بصبعنا من الفوق لتحت ويقول لنا كاركتر، ونقلبو عليه بصبعنا من اليسار ليمن وغادي يبقى يقرا لنا بحرف بحرف. غندوزو المرة الأولى يقولنا ا، ندوزو المرة الثانية يقولنا بي، ندوزو المرة الثالثة يقولنا سي، المرة الرابعة يقولنا دي، خمسة يقولنا او، وغادي نحنا كنقراو الميساج ديالنا. عندنا مو عندنا مو كتقرا لنا كلمة بكلمة. ازعل ازعل المستمرة المستمرة ولو ولو المستمرة المستمرة لذا لذا كل كل شيء كل شيء وإن وإن كان وإن كان من من غير
من غير أمدح حسنات حسنات بعضكم حسنات بعضكم وتجاوزوا وتجاوزوا عن الأخطاء على الأخطاء فإن الكلام فإن الكلام الجميل فإن الكلام الجميل مثل المفاتيح المفاتيح فوالا نمشيو نشوفوا لين شنو كتقرا فإن المفاتيح فإن الكلام الجميل مدح حسنات بعضكم وتجاوزوا عن الأخطاء كتقرا لنا جملة بجملة إن كان من غير قصد مثل ذا كل شيء باراغراف باراغراف وإن كان من غير قصد أمدح حسنات بعضكم وتجاوزوا عن الأخطاء فإن الكلام الجميل مثل المفاتيح ما عرفتش علاش ولكن المهم هما بحال بحال ولكن ماشي ديما بعض مرات تيكون شي بحال دابا تيكون شي كيكون شي منشور كيكون شي منشور مفرق كتنفعنا هاد الباراغراف كاينه طريقه اخرى باش نبقاو نقراو مثلا هاد هاد التقنيات كاينه طريقه اخرى باش نقراو هاد البوبليكاسيون مثلا حنا فهاد ما نقراو نهبطو لين باراغراف مو بار ديفو كاركتر كاينه طريقه اخرى ازعلي المستمر ولا نهبطو بصبعنا من الفوق لتحت ندورو اللي منا على شكل رسم وطلع لنا ماني كونتاكسيا جينيرال وغنقلبو على ليغ ابارتير دو لا باج يعني الا بغيت نقرا ملي صر ملي من اليسر ليغ ابارتير دو ليليمون سيفون نكليكيو عليها التقنيات ها هو تيقرا بوحدو كيبقى يقرا حتى الاخر الطرف مثلا نمشيو نرجعو للبيبليكاسيون حنا واقفين دابا على ليغ اجمل ما قرات في تنفيذ حنا واقفين دابا على 2h 3h17 نهبطو بسبعنا من الفوق لتحت نقلبو على ميني كونتاكت فيا جينيرال ونباليو ونلقاو لي غابارتي دي ليمون سيفون نكليكيو عليها وغيبدا يقرا هاهو كيدوز غيوصل حتى لبيبليكاسيون وغيقرا أزعلي المستمر ولوم المستمر يميت لذا كل شيء وإن كان من غير قصد أمدح حسنات بعضكم وتجاوزوا عن الأخطاء فإن الكلام الجميل مثل المفاتيح تفتح به قلوب من حولك وكيبقى يدوز بحال هكا وغادي وكيدوز كيبقى غادي أنا كندوز دابا أنا كنعطيكم غير مثال وكيمشي حتى البوطون ميساج فوكال يعني حتى الأخر حتى الأخر صفحة كاينة طريقة أخرى عاوتاني كليكيو على هادي ها هو تيرجع باللور ملي من اليسر ما غايسكتش يكمل هاد الصفحة نباليو عاود تاني نقلبو على ريبيتي لي دوني غيمونسي هنا تيقرا حرف حرف هادي كيقرا من اليسر وهادي كيقرا من اليسر اليمن حرف حرف وقلنا هادي كيقرا من اليمن اليسر سطر لاباج كامله بحال بار ديفو وهادي كيقرا من اليسر اليمن لاباج كامله وهادي كوبي سيسبوندر لي كومونتار هادي الا بغيت نسكت طولك باك الا بغيت نسكت مؤقتا فوالا نديرو حنا انوج إذن إلى هنا أنا نقوم بصفاء هذه الحلقة اللي هي الحلقة الثامنة من تعلم إعدادات الحركات في الأندرويد
فنكتفي بهذا القدر. تحياتي واحتراماتي إلى الجامعة.